ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وأتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ويرحمك يا محمد ويرحمك يا أبويا ويرحم أمواتنا أجمعين يا رب، وجعلك مطمئن في باطن قبرك يا محمد. اللهم أمين يا رب العالمين. دعواتكم يا جماعة، ما تنسوش قراءة الفاتحة، وطبعا نسألكم بالدعاء لمحمد. وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وصفه جديده من يوميه وصفات رنوش. النهارده جاي لكم بوصفه حلوه جدا 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 كمان. النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن التجاعيد والانتفاخات تحت العين، وكمان عن الهالات السوداء. واهم ما فيهم هي الهالات السوداء. كلنا بنعاني من الهالات السوداء، من السهر والنوم اللي مش مظبوط، والتأخر في النوم والسهر والكلام ده كله، وطبعا المنبهات اللي بنشربها طول اليوم على مدار اليوم، كل الحاجات دي بتأثر على الهالات السوداء. طيب انت اصلا يعني قبل، بس عشان احنا متفقين كده، قبل ما نعالج الهالات السوداء لازم من الاول تعمل تيست على نفسك. يعني ايه تيست؟ يعني ممكن يكون عندك اصلا نقص في الحديد، نقص في الهرمين، نقص يعني نقص في الانيميا، نقص في جسمك، نقص في فقر الدم. يعني الهالات السوداء دي كذا حاجة ممكن يكون انت اصلا عندك نقص فيها غير السهر وغير الحاجات دي. فعشان احنا متفقين لازم قبل ما تعرفي تعالج الهالات السوداء، تعالج الاول المشكلة بتاعتك، لان هي ممكن تكون اصلا مش مشكلة سهر، مش مشكلة شرب كافيهات كتير او حاجات من دي، لا ده ممكن تكون مشكلة تانية خالص محتاجة تحاليل او محتاجة دكتور يعني يتابعك فيها ويظبطها. تمام. النهاردة ان شاء الله جايلك بوصفة هتلخص الثلاث حاجات دول، الانتفاخات تحت العين والهالات السوداء والتجاعيد. طيب هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل وصفه حلوه جدا جدا، انا شخصيا مجرباها، مش محتاجه احلف، لان انا طبعا انتوا عارفين انا مش بطلع اعمل اي حاجه بخصوصا وصفات او مسقات يعني او حاجات زي كده، غير لما بجربها على نفسي الاول شخصيا، ودي امانه انا اتحاسب عليها طبعا. فالوصفه دي طبعا هما يعني اتنين في واحد، بس اول وصفه هي يعني الثانيه هتنجحها. يعني اول وصفه اوكي حلوه جدا جدا، وعلى فكره يا جماعه اول وصفه بتبان من اول مره، يعني النتيجه بتاعتها بتبان من اول مره. تاني بقى حاجه هتعمليها معايا النهارده هي اللي هتنجح الاولى، اوكي؟ عشان احنا متفقين. بس يلا بينا بدون اي تفاصيل، يلا بينا ندخل على الوصفه، يلا بينا نشوف معانا ايه الوصفه، يلا بينا. طبعا النهارده يا ست البنات معانا الوصفه النهارده هي الكركم، ومعانا لبن كامل الدسم. حلو الكلام، دي اول خطوه معانا. تاني خطوه هقول لكم عليها دلوقتي قبل ما نبدا الماسك بتاعي. لو انت اول مره بتشوفي القناه عندي، خش اشتركي في القناه، اعملي سبسكرايب وفعلي زر الجرس. اشتركي في القناه هنا، اشتركي هنا او هنا، تعالي هنا، اشتركي هنا واعملي سبسكرايب وفعلي زر الجرس بكلمه الكل عشان يوصل لكل جديد من يوميات وصفات رنوش. ولو انت معايا ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل قوي. يلا بينا نبدا الوصفه مع بعض. هنا معانا معلقتين او معلقه كبيره كركم، ومعانا زيهم لبن، تمام، كامل الدسم. طيب الكركم طبعا قبل ما نستخدمه، طبعا احنا كلنا عارفين فوائد الكركم، ماده الكركمين اللي هي في الكركم حلوه جدا جدا وفعاله قوي، ما فيهاش اي خطر على العيون. طبعا ماده الكركم او الكركمين اللي فيها ما فيش اي اثر ليها خالص على العين او تحت العين. طبعا احنا تحت العين ده بنتعامل معاه بكل رفق ولطف جدا، عشان منطقه حساسه جدا جدا وجلدها ضعيف جدا ورقيق، فبنتعامل تحت العين بحذر جدا. فطبعا الكركم من الحاجات، من الاعشاب اللي هي حلوه قوي قوي لتحت العين، وكمان حلوه قوي للتجاعيد، وكمان انتفاخات تحت العين. واول وصفه هتعمليها اول مره النتيجه هتحسيها في اول مره، والنتيجه ان شاء الله بتبان من اول مره، تمام. طبعا الكركم فيه فيتامين كي وفيتامين سي، وحلوه قوي للكلام دوت. وكمان اللبن كامل الدسم حلوه قوي طبعا، وفيه فيتامينات كتير قوي يا جماعه كلنا عارفينها طبعا. فهناخد كده لبن وهنعمل هنا الماسك بتاعنا او البودر بتاعنا كده، نحط اللبن عليه ونقلبه كده. نجيب بقى قطنتين ميك اب او قطنتين طبيين عاديين، تمام، اهو انا عملته كده اهو، بصوا اهو
كده. حلو قوي الكلام دوت، انا مش هتخانق اكتر من كده. هجيب بقى قطنتين معايا او يعني انا ما عنديش قطن بصراحه، فعملت كده اهو منديلين يعني طبقتهم كده، وهنزل كده هغمزها كده او هغرزها هنا في الماده بتاعتي الكركم واللبن، واجي احطها اهو تحت عيني. طبعا انا مش انتوا مش شايفين، بس انا بالفعل حطيتها تحت عيني تمام اهو كده، اغمزها كده اهو الناحيه التانية، وهحطها كده تحت عيني لمدة تلت ساعة ان شاء الله او ربع ساعة او نص ساعة. لو سبتيها نص ساعة مفيش اي خطر خالص، بالعكس ده مفيد جدا جدا جدا. انا واحدة من الناس بعاني من الهالات السوداء يعني لظروف خاصة كده، فانا بعمل الوصفة دي كم مرة في اليوم او في الاسبوع. انا ممكن اعمل الوصفة دي 3 مرات في الاسبوع، لو عملتيها كل يوم قبل النوم مفيش اي مشكلة، مفيهاش اي خطر خالص عليكي، بالعكس ده كويسة جدا جدا. احنا بنديل تحت عينك، بنغذي تحت عينك كمان، بنضيع الهالات والانتفاخات والهالات السوداء وكده والتجاعيد كمان. فما تقلقيش خالص لو استخدمتيها كل يوم، ما عنديش اي مشكلة لو استخدمتها كل يوم. هرجع لكم بعد نص ساعة بالظبط، انا بسيبها نص ساعة، هسيبها نص ساعة نص ساعة، وبعد كده هقول لكم هتتشال بايه. هشيلها عادي وهقول لكم، هشيل اثر شكل الكركم نفسه الاصفرار ده بتاع الكركم، هقول لكم هشيله بايه. هرجع لكم بعد نص ساعة، استنوني ما تروحوش في اي حتة، استنوني. ورجعت لكم تاني بعد نص ساعة حبايب قلبي. انا شلت دلوقتي الماسك من تحت عيني وما غسلتش وشي، همسحته كده بمنديل بس، والاثار بتاعته هشيلها بمية ورد او تونر او مية ماء زهر، اي حاجة عندكم من ال3 حاجات دي. انا دلوقتي متاح عندي مية ورد وخلاص بتشطف، وان شاء الله هجيب غيرها، بس يعني هستخدم الموجود معايا. هجيب بقى منديل كده كلينكس كده نضيف تمام، وانزل كده بمية الورد عليه اهو، وهبتدي ان انا هوريكم دلوقتي الاثار بتاعت الكركم اهو. شايفين ادي الاثار اللي تحت عيني بتاعت الكركم ان انا شلتها، وهبتدي برضو افضل رايحه جايه كده بالمنديل تحت عيني لحد ما اللون خالص يختفي بالطريقه ديت، ميبقاش فيه اي حاجه، علشان في خطوه تانيه هنعملها مهمه جدا جدا. اروح بقى دلوقتي بعد ما شلته بالمنديل كده هغسل وشي وارجع لكم تاني هقول لكم نستخدم ايه، استنوني. الخطوة بقى التانية معانا النهاردة وهي الخيار. طبعا عارفين كلنا مادة فوائد الخيار يا جماعة، فيه فيتامينات كتيرة جدا جدا، هو يعني حاجة كده جميلة جدا بصراحة للبشرة. هنا معايا ربع خيارة بشرتها من البشرة عادي زي ما شايفين كده هو تمام، وهجيب اللي هو علبة التلج ديت، بصوا وهحطها كده في مكان التلج اهوت، تلاقي لي مكعب كده هاخده امشيه حوالين مكان الماسك تحت عيني كده بميته اهو، بميته زي انتوا شايفين كده بميته بكل حاجة تمام، همشيه مكان الماسك كده بعد الكركم اللي انا عملته، بعد الماسك الهالات اللي انا عملته، وهمشي كده تحت عيني لحد ما المكعب كله يخلص معايا اهو. انا قربت اخلصه، بخلصه كله تحت عيني الناحيتين. الخطوة دي مهمة جدا جدا، وهي اللي هتنجح الخطوة الاولانية، يعني هي اللي هتنجح الخطوة الاولانية اللي انت هتعمليها الكركم واللبن. من غيرها ماشي الحال، بس الخيار مفيد جدا، والخطوه دي اساسيه يا جماعه في الوصفه معانا، علشان ما حدش يقول لي انا ما عملتش وصفه الخيار وعادي. لا مش عادي، لازم 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 تعمليها تمام. انا خلصت كده المكعب بتاعي، هجيب كده بقى انا بقول لك يعني بتعملي ايه، هتجيبي ربع خياره وتفضي مكعب تلج كده وتحطيها بميته بكل حاجه، هيطلع مكعب معاكي زي كده بالظبط، ده سايب شويه عشان برضه لسه عاملاه من شويه. فانا خدت التلج كده وعملته خلاص كده زي ما قلت لكم، الخيار مفيد جدا جدا
الهالات يا جماعه، ولتحت العين وللبشره عامه. انت لو خدتي الحبه دول كده وحطيتي عليهم معلقه زبادي وعملت ماسك الخيار وزبادي على بشرتك كامله، خرافه يا جماعه بجد، يعني وصفه هايله قوي قوي لتفتيح البشره. بس كده كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا خلاص، والوصفه بتاعتنا خلصت. اتمنى يا رب من قلبي انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، وهستنى كومنتاتكم الجميله جدا جدا. انا بفرح قوي لما في ناس بتقول لي ان وصفاتك حلوه قوي، بنحب وصفاتك، شكرا ليكم، ما تحرمش منكم. ان شاء الله ربنا يقدرني، واتمنى اجيب لكم وصفات احسن واحلى ان شاء الله تفيدكم كتير ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد يا اغلى واسعد واحلى متابعين في الدنيا كلها. ما تنسينيش باللايك، حط لايك للفيديو لو مش حاطه، واشترك في القناه لو مش مشتركه، ما تنسيش الكومنت بتاعك الحلو، وفعلي زر الجرس بكلمه الكل. انزلي اشتركي هنا وفعلي زر الجرس بكلمه الكل علشان يصلك كل جديد يا ويتر النوش. وفي اخر الفيديو اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي 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 باي. اللايك اللايك.